السيد مسكين كيمشي الصيد كي قاد الجويجه ديالو كاين يتويه في هذاك الشيء ما على بالوش بان عامره عند بالو غادي ما كيخلاه هو خاويا كي قاد مسكين توقعات الواقعه انسان كاين يتويه في الجويجه ديالو ما حس حس بالضربه هذا السيد كان طيب بزاف وكان متخلق بزاف وما عمرو قرح شي واحد وما عمرو سب شي واحد وكان كيروف على الناس كيصدق على الناس هذاك الشيء سكرو ما عمرو منا بشي حاجه الله يرحمه ولي برحمه الله واخو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ما انا ما حضرتش الواقعه بالضبط ولكن على حسب الناس اللي كيقولوا الاخوان ديالو الاخ ديالو هو اللي عاود علينا السي رضوان الله يوليه برحمه الله رضوان الرامي يعني هذاك الانسان طيب وطيب بزاف ما منوش جوج يعني الصدقه مستوره وديما داير معنا مزيان الله يوليه برحمه الله ويوسع عليه ضيقة القبور انا جيت هاد الصباح انا القهوه هنايا عادي كانت قهوه في قهوه عاديه بانت لي القهوه مسدوده وانا نسقسي هذاك الكارسون ديال هذيك القهوه قلت لي ما القهوه الترامي مسدوده قال لي ما في راسكش قلت لي لا قال لي راه رضوان مات انا كرمت في بلاصتي ما بقيتش عارف كيفاش غادي نجاوبو لان السيد حتى ل 18 هو معنا هنايا كيدوي معايا قال لي حسين ماك هكا وما مافش تكون مغفل واسمو سير قاد لي قلت لي الباركينغ مشى ليا وكتعرفني 14 عام سمعت انا عند الاخ ديالو كاين طويل في الكرابيل ديال الشاص ديالو يمكن كانت فيها شي كارتوش ما داش فيها الى بافغاني كاين طويل ومباشره تفرقعات ودخلت ليه الجهه ديال الريا هادشي اللي كيقول خو هو قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي